بكم جديد ونتابع في حلقه الليله بالبحث والتحليل ما وراء هذين الملفين في مواجهه اخوان تونس تحالف سياسي جديد لجمع شتات القوى والاحزاب السياسيه فماذا بعد لمجابهه القرارات الروسيه والقدرات الروسيه والصينيه قوه فضاء امريكيه في الطريق فالى اين يتجه العالم أحزاب وقوى تونسية تسعى لتجميع شتاتها لتشكيل جبهة سياسية جديدة لمواجهة حركة النهضة إخوان تونس ومنافستها في الاستحقاقات السياسية المقبلة أملا في إنقاذ البلاد من الفوضى والإنقسامات. الحراك التونسي الجديد يحرك معه عددا من التساؤلات لعل أهمها لماذا الآن وهل تنجح هذه الأحزاب والحركات فيما تسعى إليه؟ وهل بإعلانها ينتهي سياسيا حزب حركة نداء تونس ولماذا تراجعت شعبية الانتخابات في تونس وهل يسيطر التحالف الجديد على مقاليد الحكم بعد أن ينجح في تجميع أكثر من سبعين نائبا في كتلته البرلمانية ليكون متفوقا على حزب النهضة الأخواني صاحب الثمان وستين مقعدا وهل لفشل الإخوان عربيا علاقة بهذه الخطوة أسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفي في الجزء الاول من حلقه الليله ولكن بعد متابعه هذا التقرير مساع حثيثه يقودها حزب نداء تونس لتجميع القوى السياسيه الحدثيه والتي شهدت موجه انقسامات وتجاذبات خلفت حاله من الفوضى السياسيه في البلاد وتعتبر بعض القراءات ان تاسيس جبهه معارضه لحركه النهضه التي تمكنت بشكل او باخر من توحيد صفها السياسي دليل على فشل نظريه التوافق التي ساهمت في توغل الاسلاميين في مراكز الحكم سيما بعد الانتخابات المحليه الاخيره والتي افرزت مشهدا سياسيا غير متوازن. مازال لنا كان بعض الاشهر ل 2019 خاطر كنت تعرف قبل باش ما نحضروا القايمات الى غير ذلك ما عادش نقولوا عام اقل حتى من عام لذا وقت هام جدا توا توقيت معناتها في تشكيل قوى جديده وانا في رايي كل مساعي معناتها من اجل جمع القوى الحداثيه هو مرحب به. احنا كسياسيين شباب نطمح انه نكون منتمين الى مثل هذه الحركات اللي قادره انها تجمع ما تفرقش لانه اليوم مصلحه البلاد في اعتقادي انها في التجميع اكثر في ممكن التوافق على بعض المسائل الكبرى او القضايا الكبرى المطروحه انا في هذا الاطار نقول انه لما هذه الحركات التجميعيه. وستضم هذه الجبهة أحزابا حدثية عديدة كالنداء وحزب المشروع وحزب المستقبل في خطوة تهدف لإعادة ترتيب الأوراق السياسية وتهيئة مناخ ملائم لكسب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخطوة نتاع الجبهة هذه خطوة كما قلت لك تعيسة لأنه باختصار هم أصلا مش متفاهمين في بعضهم ويحبوا يتفاهموا على غول بالنسبه لهم هما اللي هو حزب النهضه مع احترامي بطبيعه الاحال لجميع الاحزاب هما مهمش في ميزان الحزب هذا لانه حزب يخدم توا عنده سنوات في الخفاء وتثار بعض الانتقادات لتاخر اعلان هذه الخطوه التي تمثل اثباتا لفشل التوافق بين قطبي النهضه والنداء ومخاوف هذا الاخير من فقدان قاعدته الشعبيه في الانتخابات المقبله والتي ستكون بمثابه المحدد الابرز للخارطه السياسيه المستقبليه إلى أي مدى يمكن لهذه الجبهة السياسية الجديدة المعارضة لحركة النهضة أن تتمكن من خلق مسار سياسي سوي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل سيما وأن الإخوان تمكنوا في غضون السنوات الأخيرة من التغول في السلطة معتمدين على سياسة فرق تسد نجلاء بخريس الغد تونس لمزيد من التحليل ينضم إلينا من تونس السيد سهيل العلويني النائب البرلماني عن التيار التقدمي ومن لندن السيد الطيب الغيلوفي المحلل السياسي التونسي وأبدأ معك سيد الطيب من لندن بداية لماذا تأسست هذه الجبهة وكيف تقرأ مكوناتها؟ الحقيقة الجبهة الحديث عن تأسيس جبهة تكتل كبير يقف في وجه حركة النهضة كان منذ مدة نسمع هذا الكلام في تونس وكانت هناك محاولات كثيرة لجمع ما يسمى بالتيار الحداثي أو لجمع لكتلة كبيرة من التيار التقدمي الذي يريد أن يقف في وجه حركة النهضة وهذا التيار أصبح يرى الإلحاحية الآن أكثر بعد فوز حركة النهضة بالانتخابات البلدية. طيب النداء لا ننسى أنه فاز بانتخابات 2014 ولكن بعد ما يسمى بالتوافق ما بين النهضة والنداء شقوق من النداء انسحبت وشكلت كتل وأحزاب وكثير من القيادات استقالت. الآن عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة آه هذه الشقوق كلها تريد أن تعود من جديد لتشكيل مثل ما شكلت سابقا النداء لكن لماذا انشقت؟ أن جبهة نعم لا تريد يعني, أن تعود هي انشقت تعود؟ نعم يعني هي لماذا انشقت ولماذا الان تعود؟ كما حصل نعم يعني هي لماذا انشقت ولماذا الان تعود؟ ماذا قدم لها نداء تونس في ظل آه الخلافات التي ادت الى الانشقاق؟ آه انش... شوفي هي انشقت لانه كانوا معترضين اغلبهم كانوا معترضين على شيئين، اولا اعترضوا على ما يسمى سياسه التوافق ما بين النهضه وما بين النداء وقالوا النداء تشكل اصلا من اجل وقوف في وجه النهضه، فكيف بعد ان يفوز النداء يقيم تحالف حكومي مع النهضه؟ هذا الانشقاق الاول كان هكذا. الانشقاق الثاني كان نزيف يعني حصل في النداء بعد سيطره حافظ قائد السبسي ابن الرئيس على النداء وأصبح المدير التنفيذي بعض القيادات قالوا نحن ضد التوريث قيادات تقدمية أو يسارية قالوا نحن ضد التوريث كنا ضد التوافق مع النهضة الآن ضد التوريث ضد سيطرة حافظ قائد السبسي على مقاليد نداء تونس الآن مع الححية الانتخابات القادمة مع المخوف من فوز النهضة من جديد الشقوق كلها تريد أن تؤسس جبهة جديدة الاشتراطات كبيرة يعني بعضهم يقول أنا أعود لهذه الجبهة وأشارك فيها إذا خرج حافظ قائد السبسي إذا الرئيس أبعد ابنه عن النداء مم. البعض الآخر يقول نحن نحتاج أن نشكل الجبهة بقطع النظر هل يقودها حافظ أو لا يقودها إذا الخلفة ما زالت قائمة ولكن هناك توجه كبير ربما يرعاه الرئيس الجمهورية طيب أنقل هذا التشكيل يبقى فيه أنقل هذا محتاجين. السؤال بالتحديد سيكون إلى سيكون محدد السيد سهيل من تونس ربما ضيفي يعني تعرض إلى نقطة وهي تتعلق بمسألة حافظ قائد السبسي والانشقاق الداخلي في نداء تونس فيما يتعلق ب السيد حافظ قائد السبسي الآن هل سيقود نفس التكتل الجديد أو الجبهة الجديدة؟ يعني حافظ قائد السبسي؟ م. نعم شكرا على الاستضافه اولا الموضوع رو الان أنا نسمع كانها ما اسست هذه الجبهه وهو موضوع معناها ما زال في إطار المشاورات ما بين الأحزاب معناها نقطة مهمة جدا لم يحصل إلى الآن أي اتجاه في هذا الإطار هو يبقى على مستوى الكلام والمشاورات ما بين الأحزاب هذه نقطة الأولى نقطة ثانية ذكرتم أحزابا لم لم تبدي رأيها في هذا الموضوع ولم أصلا لم معناها قالت لن ندخل في هذا التحالف اللي هي معناها حزب سعيد سعيد العادي لأنه يعني عمل تصريح لقال أنا لست معني بهذا التحالف النقطة الثالثة وهذا اللي أنا اختلف معناها في التقديم تاكم. الموضوع ليس تحالف لمجابهه النهضه بالناحيه الثانيه وهذا يكون نحبذه نحن لان لازم يكون في توازن في البرلمان ولكن هذا تحالف لاسقاط الحكومه ولاسقاط حكومه يوسف الشاهد الذي كثيرين نحن في البرلمان ضد هذه الاتجاه الاتجاه لازم ان يكون واضح جدا 2019 نتجه نحو تكتل معناها لكل الاحزاب اللي تشقت على بعضها ولكل القوى الحداثيه لايجاد معناها قوه تكون معناها منافسة ولها القدرة لهزم النهضة في الانتخابات التشريعية القادمة الموضوع الآن لم يخرج من هذا الإطار بالذات وقت نحكي على حافظ قايد سبسي حافظ قايد سبسي صارت له عداوة شخصية مع رئيس الحكومة الحالي ويريد إسقاطه بأي, بأي حال من الأحوال فإيجاد سبعين نايب كما قلت الآن 70 نايب هو الاتجاه لإسقاط الحكومة، مم. فهذا معناه خلل حتى في الاتجاه الأصلي لتجميع القوى الديمقراطية الوسطية الحدثية لتكون مناهضة للنهضة، فهذا ليس هو الاتجاه أصلاً، مم. وكثيرين نحن في البرلمان كنواب شعب لسنا نتفق على هذا الاتجاه، وتعرف القوة تأتي في البرلمان. إذا ما هو الاتجاه؟ نعم يعني أه أه الاتجاه هو طبيعة الحال إيج... نحن معناه كثيرين من نواب القوى الديمقراطية نقدر ان الحكومه الحاليه لازم تبقى الى 2019 لانه ليس من مصلحه الوطن التونسي ان يقع تغيير حكومه كل شهرين ثلاثه او وزراء هذا ليس منطق وليس معنى حتى الدول معناها اللي تريد ان تتقدم لا ليس هذا الحل ممكن يقع تغيير وزراء معينين الذي اثبتوا فشلهم ولكن الحكومه لازم ان يبقى وفي هذا الاطار يمكن وقتها يقع تحالفات او اكثر من تحالفات لان الموضوع معنا قوائم قوائم نقول معناها مشكله من كل هذه القوى يعني هل هذا نعم. يعني ان حالة الانشقاق الداخلي بسبب بقاء أو عدم بقاء يوسف الشاهد ما بين جناح حافظ السبسي وما بين الجناح المؤيد لرئيس الوزراء الحالي سيبقى متواجدا في ظل هذه الجبهة الجديدة لازم ينحل من هنا لشوف الموضوع معناها دستوريا منحل من هنا الأكتوبر سيقع أي كان تغيير وزاري لأن هذا ما قاله السيد رئيس الحكومة إذا كان مر التغيير الوزاري معناها تغيير وزاري على وزراء معينين تقريبا ستة أو سبعة إذا كان مر بسلام فهذه الحكومة معناها مدعومة من من المجلس النواب الشعب وأؤكد على كلمة مجلس النواب الشعب لأن أريد أن أخرج عن موضوع الأحزاب لأن الأحزاب خلقت الأزمات أكثر محلة الأزمات ولذلك أنا من الناس اللي استقلت من حركة مشروع تونس أخيرا مع أربع نواب آخرين لأن أحساسنا أن هذه الأحزاب في الآخر تخلق الأزمات ولا ولا تذهب إلى حلها وإحنا لسنا في بالمنطلق الوطن لسنا في هذه في ال... في الاتجاه لخلق الأزمات في الوقت الحالي فإذا كان مر معناها الحكومة في المرحلة المقبلة وهذا ما سنراه في أكتوبر إن شاء الله. فسيكون معناها وقتها الحكم واضح وقتها نتجه إلى تحالفات لإيجاد حل للمشكلة اللي إحنا القوى الديمقراطية الحدثية نتجه إليها في الانتخابات اسمح 19. لي, اسمح لي أنتقل إلى لندن سيد الطيب هل الآن تكوين هذه الجبهة يأتي في الوقت المناسب أم كما قال ضيفي لابد من التخلص في البداية من الخلاف حول بقاء أو حل حكومة يوسف الشاهد بداية قبل الانتخابات المقبلة شوفي ما قاله ضيفكم الكريم من تونس هذا هو مربط الفرس الآن لأن الشاهد الآن لم يعد مجرد ذلك رئيس الحكومة الذي يطيع النداء وينتظر الأوامر المشهد في تونس تغير الآن يوسف الشاهد اخترق نداء تونس حقيقة وأصبح منافس حقيقي في, ال... في... في... على قيادة النداء وفي الترشح للانتخابات القادمة لا تنسى يوسف الشاهد برغم المطالب الكبيرة للنداء وبعض الأحزاب من أجل إقالته ذهب إلى مجلس نواب الشعب وعين وزير للداخلية النداء في الأول أخرج بيان رسمي قال لن نصوت على قبول وزير الداخلية الذي اختاره يوسف الشاهد ولكن فجأة عشرين نائب من داخل النداء أعلنوا أنهم صيطون مع يوسف الشاهد إضافة إلى حركة النهضة مما اضطرت قياده النداء ان تعقد نبذة صحفيه يوم التصويت لتقول عدلنا موقفنا ونحن الان سنصوت مع تعيين ومع اختيار يوسف الشاهد. يوسف الشاهد الان اصبح هو عقده الحل في داخل النداء. الان اصبح عنده انصار من الاحزاب الاخرى المسمى حدثيه، وعنده انصار من داخل النداء وبعضهم يقول مرشح الحركه الحدثيه في تونس الان هو يوسف الشاهد هو هو المؤهل للقيادة والآخرون جماعة النداء جماعة حافظ والباجي قائد السبسي ما زالوا يريدون أن يخرجوه حتى لا ينافسهم في الانتخابات إذا التحدي الكبير الآن وهذا ستجدونه في تونس في كل الشهور القادمة تحدي النداء الكبير الآن ليس النهضة التحدي الكبير هو إذا ثمة تحالف سيكون من يقوده هل يوسف الشاهد هل حافظ قايد السبسي هل الرئيس الباجي قادي سيبسي يعلن انه سيترشح من جديد هذا م. هو الصراع الكبير الذي طب ماذا تتوقع؟ في الايام القادمه أو ماذا يعني القادمة؟ يعني هل سيحمل حافظ الباجي قادي سيبسي نفس الاشكاليات الى الجبهه الجديده بتولي هذه الجبهه ام بالفعل سيتم يعني تنحيته جانبا في قيادة الحزب كي تسير الأمور في الاتجاه الذي تهدف إليه تكوين هذه الجبهة شوفي في تونس تأثير الاتحاد الأوروبي وتأثير الولايات المتحدة أساسي في موضوع السياسة الداخلية هذه نجم نعترف به ويبدو أن يوسف الشاهد يجد دعم من البنك الدولي يجد الدعم من بعض القوى الغربيه من الولايات المتحده ولذلك اصر على تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي قدمه البنك الدولي ويجد دعم كبير وحتى بعض النواب من داخل النداء اصبحوا يدعمونه يعني اصبح يتمثل او يحوز على مراكز قوه في داخل النداء وفي بعض الاحساب وهذا يخيف قيادات النداء القديمه مثل مثل الرئيس الجمهوريه الذي طالب وبمرات من اجل اقاله يوسف الشاهد. اذا انا ماذا اقول لك؟ هل النداء قادر الان على التخلص من يوسف الشاهد؟ هل رئيس الجمهوريه قادر او عنده القدره على ابعاد ابنه من اجل اعاده اللحمه للنداء؟ أنا أعتقد الصورة ما زالت ضبابية والمعركة كل يشحد سلاحه وربما ربما إذا كان الباجي غير مستعد للترشح الألوية كلها ستذهب ليوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إمكانيته لقيادة جبهة أو لقيادة النداء ستصبح ضعيفة يوما بعد يوم طيب سيد سهيل لماذا اختارت الأحزاب اليسارية أو التقدمية التحالف مع نداء تونس كيف توافق الضدان اليساريه مع نداء تونس بعد خلافات طويله الازل هو كما قلت في البدايه هو تحالف معناها من اجل هدف معين وهذا اللي يقلقني انا شخصيا لان انا بالتحالف واؤمن في النهاية لازم لازم يكون قوة منافسة معناها تقدمية هدفية مقابل حزب حزب النهضة ولكن الآن الأهداف اجتمعت على إسقاط الحكومة وماذا بعد ومن سيكون رئيس الحكومة الذي سيأتي بعد يوسف الشاهد فهنالك مربط الفرس لأن هنالك ستحصل مشاكل كثيرة لأن كل طبيعة الحال كل له مرشحه ولن يتفقوا على نفس المرشح فهي طريقة الدخول في هذا التحالف أنا رأى فيها خلل كبير الاتجاه العام هو الان ترك الحكومه تشتغل على حده والاتجاه نحو اعاده معناها الثقه ما بين الاحزاب التي كانت مكونه من في البدايه في نيدا تونس بطبيعه الحال المدير التنفيذي الحالي اللي هو حافظ قايد سبسي لا يحظو بالثقه التامه لدى معناها نسبه عاليه من الشعب ومن السياسيين فمن المستحيل ان يقع الاتفاق عليه فهذه الاشياء اللي ممكن معناها حلها ولكن التحالف حول معناها ظرفي انا اسميه ظرفي لاسقاط الحكومه لاسقاط مم. يوسف الشاد لن يحل المشكله نتاعنا ولن يجعلنا نتفق على الانتخابات المقله ولن يعني يجعلنا فعل. كذلك نتفق هذا على, هو حتى على, رئيس الحكومه هذه المقلع. الانتقادات التي توجه الى تشكيل جبهه من هذا القبيل انها بالفعل ظرفيه مؤقته ستسقط ربما تواجد تواجه نفس مصير التحالف ما بين النهضه و تونس، اذا هل يعيد المشهد السياسي نفسه هل يعيد نفسه ويعيد المساله الى مربع الصفر مره اخرى؟ انا اتوقع اتوقع ايا كان معنا في الفتره في الفتره المقبله آه، الان فما معناها نقاشات كثيره واجتماعات كثيره تقع معناها وراء الستار لمحاوله لملمه الشمل. انتم ذكرتوا نوع معناها حل من الحلول ولكن يبقى في تونس ما فماش كان الاحزاب. عنا ت... مثلا نعطيك مثال بسيط م. في الانتخابات البلديه المستقلين تقريبا اللي هم اغلبيتهم معناها نسبه عاليه منهم يعتبرون من القوى الحدثيه ومن المهتمين بالشان العام لهم كلي... كذلك كلمتهم في الموضوع. وكل ما يجرى الآن هو محاولة لملمة شتات هذه القوى التقدمية الحدثية نحو تحالف جديد يمكن يكون بعيد عن التحالف اللي, اللي ذكرتموه الآن معناها في تحالف مع النداء والأحزاب الأخرى. الم... ال... الرمال متحركة كثيرا هذه الأيام، والصيف في تونس صيف صعب جدا لأن الصيف هذا هو اللي منه سيبرز معناها التوجه السياسي المقبل للسنة القادمة لأن ما عادش فيه وقت أصلا معناها 2019 معناها سنة بعد بكره ما عادش فيه الانتخابات المقبله ويجب علينا من هنا لنهايه الصيف ان يكون فيه يتحدد المواقف وتتضح المواقف لكي نذهب نحو جبهه او حزب او ائتلاف او تيار يكون مجابه للنهضه في الانتخابات 2019 هل تحاول الاحزاب اليساريه الوصول الى السلطه من خلال الانضمام الى هذا التحالف؟ هو اولا ساعه انت كلمه يساريه هذه لازم لازم نوعا ما معناها يقع ك... معناها ال... ليست يساريه بالمعنى اليساري الاوروبي هي اغلبيتها قوى وسطيه لها بعد اجتماعي ولها بعد ليبرالي كذلك معناها ليست بيساريه بالمعنى اليساري اللي نستعمله في اوروبا، وهذه اغلبيه القوى الوسطيه اللي موجوده اللي تحاول الان للحركات معناها حركه نيد تونس او حركه المشروع او حركه افاق كحزب وحركه معناها كل الحركات هذه ليست بيساريه بالمعنى اليساري، وهي كلها الان تحاول اما عن طريق الاحزاب، اما عن طريق النواب، اما عن طريق القوى الديمقراطيه اللي موجوده في الساحه الان ان تجمع نفسها لكي تجهز نفسها لانتخابات 2019، الطرق تختلف الاهداف تختلف ولكن انا شخصيا ارى ان الهدف الوحيد هو التجميع بهدف معين وترك الحكومة جانبا مع تغيير بسيط على مستوى الوزارات ولكن لا نهتم اولا بال... أو نسأل... لا نشوش على الحكومه لا نشوش على عمل الحكومي لان الوضع الاقتصادي صعب في تونس يا مدام والوضع الاجتماعي كذلك صعب في تونس الايام هذه ولسنا ولا... ولا معناها ليس لنا الفسحه وفسحه ل... المجال لتغيير حكومات على 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 على, على... 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 على, على... 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 رايه او على م. نعم مفهوم وجهه نظرك نعم. انتقل الى السيد الطيب في لندن لماذا لا يوجد ما بين هذه الخلطه احزاب يمينيه هو صحيح هذا السؤال مهم جدا لماذا هذه الاحزاب كلها اغلبها يعني عندها خلفيات تقدميه سريعه يجب الانتباه هنا انه النداء كيف تشكل النداء اول ما تشكل لمواجهه الترويكا تشكل من مجموعه تحالف ثلاث تيارات كبرى. الاول التجمع الدستوري الديمقراطي. ثانيا بعض النقابيين. ثالثا ايضا اليسار. فاليسار مع اعضاء من النظام القديم مع نقابيين شكلوا ما يسمى بالتحالف الكبير لنداء تونس بقياده الباجي قايد سبسي هل المرحله التاريخيه الان يقع إعادتها كما كانت في 2012 أو 2013 طبعا لا الآن أنا أعتقد التحالف الجديد سيكون ضعيفا لأن الأوضاع تغيرت متى يظهر التقاء كل هذه التيارات للوقوف في الوقوف في, حرك في وجه حركة النهضة فيما يسمى بالفوت اتيل يعني وقت لجيل الانتخابات ويكون ثم مرشحين أحدهم مثلا لو النهضة رشحت و أو قريب من النهضة في مواجهة أحد من منسوب لنداء تونس أو قريب منه ممكن حينها كل هذه التيارات التي ذكرتيها وغيرها سيقع سيذهبوا للتصويت لقطع الطريق على المنافسهم وعدوهم الايديولوجي حركة النهضة إذا بهذا المعنى أن تعاد تشكيل النداء ذلك التحالف العريض أنا أعتقد أن الأمر أصبح صعب جدا والشقوق اتسعت ويوسف م. الشاهد ربما أزاد من الـ من الـ من الخلطه هذه التي اصبحت فيها كثير من الخلافات والصراعات طيب يعني يعني هل هل تشكيل هذه الجبهه يعني اعاده هيكله نداء تونس ام ان نداء تونس قد انتهى سياسيا وتبدا بعض الوجوه المنتميه له باعاده افراز هذا الحزب ولكن بمسمى اخر طيب شوفي الـ بعض, الـ بعض الاحزاب التي تريد وتبحث الان كما قال ضيفكم تبحث على في طريقه في طريقه للتالف للتحالف لبناء جبهه قالوا نحن لن نعود لن نعود الى النداء <applause> قالوا الآن نبحث على جبهة تجمع كل هذه الأحزاب وبعض جمعيات المجتمع المدني كما تقولين تحالف عريض ولكنهم الآن يريدون أن يغيروا الشكل لا يعودون إلى النداء كما كانوا سابقا لأن النداء أصبح شقوقه كثرة ولكن يريدون جبهة كاملة تجمع كل هذه التيارات السؤال الكبير كما قال ضيفكم وكما يقول المراقبون من هو الذي سيقود هذه الجبهة هذا ليس امرا هينا، هل هو الرئيس الباجي؟ هل وهو قال انا لم اقرر بعد الترشح، هل هو يوسف الشاهد؟ هذا المنافس الجديد، هل هو شخص مستقل؟ هل هو طيب البكوش؟ من سيكون؟ الناس ما زالت تتحدث وتبحث على صيغه لاحد يراس هذه الجبهه العريضه يعني. طيب ضيفي من تونس السيد سهيل، الجبهه تسعى الى تكوين تكتل برلماني فوق مقاعد النهضه في البرلمان. هل هذا يعني ان الحكومه المقبله ستكون خاليه من الوجوه الاسلاميه هو شوف اذا كان حصلت السبعين كما يقولون انا لا اتوقع ان نصل الي هذا الرقم لانك حاولنا كنت انا كذلك من الناس في 2014 كنا حاولنا ان تكون النهضه غير موجوده في الحكم ولكن لم نفلح في هذا لان لم نقدر ان نجمع العدد المناسب من النواب لكي نفعل حكومه من غير النهضه. الرقم اللي معناه قلتيه 70 هذا اراه بعيد شويه بعيد نوعا ما من المنال لان تقريبا معناها الان بقي تقريبا حوالي 50 نائب في النداء. نداء وفي انقسام نفسه داخل النداء اللي تقريبا فوق ال غير موافقين على ذهاب يوسف الشاهد معناها رقميا وعدديا غير ممكن تجميع هذه السبعين وكذلك حتى من من شق شقوق الاخرى اللي هي معناها حركه مشروع تونس احنا خمسه خرجنا من حركه مشروع تونس ولسنا معناها متحمسين للانتماء لهذا التحالف لأننا لا نقبل خرجنا من نداء تونس بسبب معين لان كنا لا على الاتجاهات السياسيه وعلى التوريث كذلك واحنا في نفس الوضع ما لا, لا لم يتغير شيئا فلماذا سنعمل سنقوم بتحالف من من حزب خرجنا منه معناها من قبل فالموضوع مازال معناها 70 في 70 نائب ذوما مع أه لتكوين حكومه لازم 109 اختي العزيزه مئة نعم. 109 معناها 70 من اين سيأتون بالبقيه لكي لكي يدعموا حكومه من دون النهضه هذا صعب المنال في الوقت الحالي شكرا جزيلا لك من تونس كنت معنا السيد سهيل العلويني النائب البرلماني عن التيار التقدمي من لندن كان معنا السيد الطيب الغيلوفي المحلل السياسي التونسي مشاهدينا متواصلون معكم من وراء الحدث نتابع بعض الفاصل في مواجهه القدرات الروسيه والصينيه قوه فضاء امريكيه في الطريق فالى اين يتجه العالم اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من وراء الحدث باعلان نائب الرئيس الامريكي وبمباركه الرئيس ترامب ستعمل الولايات المتحده على تدشين قوة للفضاء ستكون هي الفرع السادس للجيش الامريكي، وكما تقول اداره ترامب ان هذه القوة ستاتي لمواجهه روسيا والصين، اللتين تعملان على بناء قدرات مضاده للاقمار الصناعيه، اذا العالم بانتظار تطور جديد تثار معه عده تساؤلات، ماذا وراء القرار الامريكي؟ وماذا تعني هذه القوة؟ وأين تقف الأسلحة الروسية والصينية التي دفعت متخذ القرار الأمريكي لاتخاذها الخطوة وهل نحن إزاء حرب باردة جديدة حدودها الفضاء هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي الكرام لكن بعد متابعة هذا التقرير افلام ستار وورز بنسخها العديده التي تنبات بالغزو الامريكي للفضاء وبانه قد يكون ساحه للحروب مستقبلا لم تعد مجرد فانتازيا هوليووديه بعدما لاقت اذانا مصغيه لدى اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب فأمام العسكريين وداخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كشف نائب الرئيس مايك بنس عن أن عام 2020 سيكون موعدا لتدشين قوة الفضاء الأمريكية والتي ستكون بمثابة الفرع السادس للجيش الأمريكي حان الوقت لبدء فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلحه والاستعداد لساحه معارك جديده ستظهر قوه وشجاعه الامريكيين في صد التهديدات التي تواجه الولايات المتحده لقد حان الوقت لتاسيس قوه فضاء امريكيه نائب الرئيس الامريكي قال ان انشاء قوه فضاء امريكيه سيكون مكملا لجهود سابقه في غزو الولايات المتحده للفضاء. لنكن واضحين بناء قوه فضاء امريكيه لن تكون عمليه من الصفر لان هناك امريكيين بالفعل يحمون برنامج الفضاء وهم الافضل في العالم في هذا المجال. الولايات المتحده ومنذ بزوغ عصر الفضاء كانت ولا تزال الافضل. اما الرئيس دونالد ترامب فقد اشاد في تغريده له على موقع تويتر بالاعلان عن تشكيل قوه فضاء امريكيه. قرار بدء الغزو العسكري الامريكي للفضاء لاقى اهتماما كبيرا من وسائل الاعلام الامريكيه ما بين قنوات عمدت الى تحليل تداعيات القرار وسبل تحقيقه وبرامج ساخره جعلت منه ماده اساسيه للتهكم على ترامب. وستشمل مهام قوه الفضاء الامريكيه انظمه الاقمار الصناعيه واجهزه الاستشعار التي تساعد في رصد اطلاق الصواريخ فيما تقول الاداره الامريكيه ان هذا الامر ضروري لمواجهه روسيا والصين اللتين تعملان على بناء قدرات مضاده للاقمار الصناعيه انشاء قوه فضاء امريكيه يقول مراقبون انه ليس بالامر السهل فهي عمليه تواجه الكثير من العقبات اولها شكوك داخل البنتاغون حيال جدوى وتكلفه انشاء مثل تلك القوه وحتميه موافقه الكونغرس على انشائها للمزيد من التحليل ينضم الينا من واشنطن السيد عباس كاظم المحلل السياسي، من موسكو ينضم الينا السيد اندريا انتيكوف المحلل السياسي وابدا من واشنطن السيد عباس بدايه في اعتقادك توقيت اعلان قوى فضائيه دفاعيه ما هو خلفياته ودلالاته؟ شكرا جزيلا لست محللا سياسيا انا استاذ علاقات سياسيه وعلاقات دوليه ف شكرا للتصحيح المحلل السياسي قد تكون تختلف عما افعله طيب يعني هذا الموضوع ربما يعتمد على اكثر من مساله الاولى هي انه توجد بين الامريكيين والفضاء علاقه رومانسيه جميله هو يذكر الامريكان ب ايام القوة الامريكية في الحرب الباردة وما حدث من برامج فضائية كانت الولايات المتحدة فيها ربما الافضل عالميا ثم انحسر بعد ذلك الدور وجمد تقريبا الان اعتقد ان الاهم فيه هو ان الرئيس الامريكي يحاول ان يوجد لنفسه تاريخا رئاسيا او ما يسمى بالليجسي ان موضوع كهذا يتضمن اضافه لبرنامج الفضاء انه سيضيف فرعا اخر للجيش الامريكي وللبنتاغون سيضاف الى اسمه انه هو من احدث هذا التغيير يعني يعني هو يريد ان يبني لنفسه هو مجدا كما. شخصيا قبل نهايه ولايته التي اقتربت بالفعل اكثر من اي شيء لانه موضوع كهذا حينما يعرض ويكون مجال تطبيق بجديه سيسال الرئيس الامريكي والاخرون ايضا الذين يدافعون عن البرنامج لان موافقه الكونغرس ضروريه من اجل التمويل سيسال عن الفاتوره موضوع كهذا يحتاج الى للبداية يحتاج الى اكثر من تريليون دولار لبدايته اضافه للكلفه التشغيليه السنويه يجب أن نتذكر بأن الأبحاث الفضاء جمدت في السابق لأسباب مالية أكثر من أي شيء الآن نتكلم عن موضوع أكبر بكثير من مجرد أبحاث هو برنامج دفاعي عسكري ايضا سيسال عن بعد الكلفه كيف ستدفع هذه الكلفه وايضا هل هي هل هو هذا امر يحتاج إليه الدفاع الامريكي في الوقت الحالي بما يكفي لان يقنع الكونغرس بانفاق هذه الاموال الطائله على برنامج طيب دعنا نقترب اكثر يعني سيد عباس من, من طبيعه الآن هذه القوه هل هي منظومه منفصله عن المنظومة العسكرية على الأرض أم يمكن أن يكون مكملا لها المنظومة البحرية والبرية والجوية؟ لا هو الهدف منها ان تكون فرعا سادسا يعني ربما حتى البنتاغون لن يعود تسميه صحيحه لوزاره الدفاع الامريكيه لانه سيكون هيكساجون بعد هذا الامر وهو ضلع سادس يضاف الى الى التركيبه الاصليه للبنتاغون وهذا مساله يعني بمعنى انه انشاء قسم جديد سيتطور مع الوقت الى ان يصبح مكونا سادسا يضاف الى الاقسام الخمسه الان في المنظومه الدفاعيه الامريكيه سيكون اولا القائد هذا هذا الجهد جنرال بدرجة أربعة نجوم فول جنرال، وبعد ذلك سيكون يتحول إلى فرع تام يكون له وزير أو ما يسمى بسكرتاري أوف أوف سبيس، فبهالحالة يعني نتكلم عن فرع مساو للقوات البريه والقوات البحريه والقوات الجويه مساو وليس الـ الـ مكملا إضافة الى او يعني, يعني لي لا, لا ليس له علاقه بمنظومه الارضيه هذا ما قصدته، اذا هو مشروع لحمايه الفضاء لا لا الامريكي والمشاريع الامريكيه في الفضاء الانتر هذه مساله مطلوبه طالما انه هو فرع من فروع القوه لا. العسكريه الامريكيه يجب ان يكون مرتبطا ارتباطا تاما في عمليه العمل مع بقيه كما تعمل الان مثلا القوه البحريه والقوه الجويه والقوه البريه تعمل جميعا في جهد حين تكون معركه جميع هذه القوات تكون مشتركة ضمن نفس الخطة فبمعنى نعم ساحة المعركة أو الصراع أو التنافس سميها ما شئت هو سيكون خارج نطاق الكرة الأرضية ولكن هي أيضا لحماية الرقعة الجغرافية للولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة على الأرض إلى الآن لا توجد مصالح لأمريكا في الفضاء لحمايتها وإنما حماية الأرض من الفضاء يعني يوجد الاقمار الصناعيه والتي تخدم الجيش الامريكي بشكل او باخر في الفضاء الامريكي وهناك ما يمثل ذلك ايضا من الناحيه الروسيه، طيب دعني انتقل الى موسكو، سيد اندريا، ماذا تمتلك روسيا من امكانيات سواء على الارض او انظمه الدفاع الجوي او في الفضاء؟ ما يثير مخاوف وقلق الامريكان وما يدفعهم الى انشاء هكذا منظومه دفاعيه فضائيه؟ أولا تلك الاتهامات الأمريكية هي ليست الجديدة وسمعنا مثل هذه الاتهامات في بداية هذا العام وقبل ذلك حتى ولكن نعم الآن نشاهد تطورات لأسلحة روسية ومثلا من المتوقع أن في عام 2020 سنشاهد دم منظومه إس S500 منظومة دفاعية اس 500 إلى الجيش الروسي وهذه المنظومة قادرة على إسقاط الأقمار الصناعية بما في ذلك الأقمار الصناعية ولكن الآن الحديث يجري فقط عن تطوير المنظومات الدفاعية متواجدة على الأرض <applause> وفي نفس الوقت أما الفضاء فهناك الأقمار الصناعية متواجدة هناك فقط من أجل استطلاع استطلاع العسكري والنقطة المهمة هنا أن في السابق قبل تلك الاتهامات الولايات المتحدة الأمريكية كانت الحديث والأقوال داخل واشنطن بأن أمريكا تخطط انتشار الدفاع الصاروخي في الفضاء فلذلك روسيا ليست الذي تخطط عسكرة إن صح التعبير الفضاء ولكن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية وكل تلك المنظومات الصاروخية الروسية هي فقط مضادة لتلك النوايا الأمريكية والخطط الأمريكية المقلقة جدا في الحقيقة وأنا أود أن أذكر كذلك أن بعد أو خلال لقاء ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دونالد ترامب كما تعرفنا بعد هذا اللقاء يعني قدم الرئيس بوتين الرسالة إلى رئيس ترامب ورسالة ذات بعض الاقتراحات بخصوص عدم أسكرة عدم عسكره الاسلحه النو... او تخل عن بعض الاسلحه النوويه وانا اعتقد كذلك عدم عسكره الفضاء والى ما هنالك ف... فيما يعني فيما, فيما يتعلق بعسكره الفضاء يعني بالعس... تدافع عن موقف موسكو تدافع عن موقف موسكو في انها ليست من يلجا الى عسكره الفضاء ولكن ماذا عن منظومه اس 500 التي ذكرتها الان هي يمكن ان تطال الاقمار الصناعيه التي تحلق على مدارات منخفضه واسلحه فضائيه ومنصات مداريه يعني الا يعد ذلك ضمن اطار العسكره التي بدات به موسكو؟ النقطه المهمه هنا ان كما ذكرت الان يجري تطوير المنظومات الدفاعيه فقط على الارض من قبل روسيا، ففي نفس الوقت نشاهد بعض الخطوات الامريكيه تجاه تطوير المنظومات الدفاعيه في الجو او ليس في الجو بل في الفضاء وهذه اشياء مقلقه جدا بالنسبه لروسيا روسيا. يعني كلاهما مشروعين مثلا منظومه اس 500 يعني كلاهما لا يزالان مشروعين مشروعين نعم ولكن ال... و... ولكن المشروع الروسي كما ذكرت هو على الارض والمشروع الامريكي هو في الفضاء وهذه النقطه المهمه مم. وكذلك انا اود ان اذكر ان تواجد الاتفاق اتفاق عن الفضاء كما نسميه هذا الاتفاق من عام 1965 وهذا الاتفاق يدل على عدم امكانيه انتشار في الفضاء الاسلحه النوويه واسلحه الدمار الشامل والى ما هنالك ولكن هذا الاتفاق لا يمنع بالحقيقه انتشار الاسلحه التقليديه في الفضاء وهذه نقطه صعبه والمهمه انا اعتقد ان الان نحن نحتاج الى بعض التعديلات في هذه الاتفاقيه التي وقعت قبل حوالي نصف قرن من الان ويعني ضم الى هذه هذا الاتفاق كذلك الاسلحه التقليديه بما فيها الدرع الصاروخي والى ما هنالك. هذا سيساعدنا في عدم 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 يعني بدء الحرب البارده الجديده، عدم لعبه او سباق التسلح سباق التسلح في الفضاء وكذلك هذا سيؤمن كلا دولتين في نهاية المطاف نعم طيب أنتقل إلى واشنطن قدرة روسيا هنا على تعطيل الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي هل هذا من الممكن أن يكون من ضمن الأسباب التي دفعت إلى تكوين هذه القوة الدفاعية الفضائية التي ربما ان تم الوصول اليها او تدميرها يمكن ان يقوض الجيش الامريكي على الارض وفي الجو وفي مجال جمع المعلومات ايضا يعني حين ما تحسب اولا فوائد وكلف المشاريع كهذه كل شيء يكون على الطاوله قدرات الجهة المقابلة روسيا في هذه الحالة الموجودة حاليا والتي يمكن أن تطور أيضا حينما يبنى مشروع كهذا بهذا الحجم وبهذه التكلفة لا يكون رد فعل لما هو موجود حاليا بل لما يتوقع أن تصل إليه روسيا في العقود القادمة يعني كما ذكر زميلي من موسكو يعني هي المسألة هل أن الطرفين الامريكي والروسي لديهما الرغبه في ان يدخلا في سباق تسلح، احيانا سباق التسلح لا يكون من اجل التسلح او توفير قدرات اضافيه اكثر مما لدى الخصم، وانما يتعدى ذلك الى ان يكون وسيله للضغط على الخصم، الاتحاد السوفيتي مثلا يعني انهياره كان ربما جزء كبير منه هو ان الكلفه الماديه لسباق التسلح في الحرب البارده كانت باهظه بشكل اكبر من قدرات الاتحاد السوفيتي وما يمكن ان ينفقه، سباق التسلح فيه هذا الجانب، الجانب الاقتصادي هو اقوى من الحصار واقوى من العقوبات الاقتصاديه لانه لانك أكيد تضعين الخصم امام خيارين، اما الاستسلام والتوقف وتركك وتركك الى لان تتفوقي عليه او الاستمرار في الانفاق بما يقوض الدعائم الاقتصاديه للنظام الحرب كهذه هي فيها خساره للطرف الاضعف مؤكده عاجلا او اجلا لذلك اعتقد ان الامر فيه ابعد من الجانب العسكري وانما فيه ايضا جوانب سياسيه واستراتيجيه قد تكون هي الدوافع الاساسيه اضافه لما لكن طبعا هذه لا. كلها امور ستناقش والسؤال الاكبر هو هل سيقتلع الكونغرس بالجدوى وبالكلفه طيب سناتي الى هذه النقطه بالتحديد يعني ولكن دعني يعني اتساءل عن الدرع الصاروخي الامريكي، هل الاعلان عن ذلك المشروع يعني ان الدرع الامريكي الصاروخي بات من الماضي؟ لا يعني هذا المشروع والبدايه فيه في, الـ في الـ 2020 يعني ممكن انه قد يكون الرئيس القادم آه يقتنع ان ان هذا لن آه لن يكون مشروعا ذا جدوى او قد يكون المشروع الجديد في تكامل مع الدرع الصاروخي يعني هذه الامور آه هي ادوات يعني, يعني اقصد ان آه ما يعرف بالام كل منها يوضح في, في مكانه وهو مشروع ربما يمكن اضافه بعض العناصر لا. اليه من صواريخ تمكن اصابه قواعد فضائيه وتقنيات ليزر الا يغني ذلك عن المشروع الفضائي الذي تنوي امريكا ان تقوم به وربما يكون اقل تكلفه من تلك المشاريع المشابهه هذا يعتمد على الهدف النهائي، إذا كان مثلا الهدف النهائي الوصول إلى أمور أبعد بكثير مما يوفرها النظام الحالي، سيكون يعني هذا السؤال تقريبا جوابه لا، لكن إذا كان مثلا ممكن أن يدخل هذا البرنامج ضمن منظومة الجديدة، فيكون جزءاً مكملاً أو جزءاً من أجزائها. لكن أنا لا أعتقد بأن أمرا كهذا يمكن أن يتغاضى عنها أو ممكن أن يهجر بهذا المعنى أعتقد أن الولايات المتحدة الآن كما قلت هو, هو هي اشبه بالبالون الذي اطلق وسيكون هو اختبارا ل او سيكون اختبارا للداخل الامريكي لمواقع القرار الامريكي خصوصا تلك التي ستسيطر نعم. على التمويل وايضا للعالم يعني احيانا كثير من هذه البرامج يعلن عنها ولكن قد لا تنطلق بطيق. نهائيا يعني نعم لا نعرف الان بالنسبه للكونغرس حتى لم يبقى لدي سوى دقيقه من وقت البرنامج. الكونغرس الامريكي وترامب فيما يتعلق باقناعه للكونغرس الامريكي بهذه المنظومه الجديده رغم تحفظات وتشكيك البنتاغون. إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات النصفية وسيطروا على أحد فرعي الكونغرس أو كليهما فإن هذا البرنامج لن يرى النور أما إذا خصوصا إذا كان البرنامج فقط في البيت الأبيض ولم يستطع أن يجلب الحزبين خصوصا الحزب الديمقراطي إذا فاز الجمهوريون قد يكون لترامب حظا أوفر على الأقل في إقناع حزبه وإن كان لديه يعني الجمهوريون ليسوا كثيرا أو ليس كثيرا منهم الذين يعتبرون من الصقور الذين يريدون أنفاق هذه المبالغ من أجل برنامج طيب. لم تثبت جدوى بعد على يعني لم يبقى لدي سوى ثواني قليلة كي أختم مع سيد أندريا هل هناك مجال لتعاون صيني روسي لمواجهة هكذا مشاريع أمريكية؟ انا اعتقد ان الان نحن نحتاج الى تعاون ليس من اجل مواجهه هذه الخطوات الامريكيه بل بالعكس نحن نحتاج الى تعاون وتوافق بخصوص عدم انتشار الاسلحه في الفضاء ويجب ان نتمسك بالاوضاع الحاليه وهي الاوضاع التي كما ذكرت في السابق ان في الفضاء تتواجد فقط الاقمار الصناعيه من اجل من اجل الاستطلاع وليس الأقمار الصناعية ذات الأسلحة هذه هي النقطة المهمة وأنا ذكرت بأننا نحتاج إلى تعديلات في الاتفاقيات المعينة وإلى ما هنالك هذه هي النقطة المهمة برأيي أنا لأن شكرا. هذا سيسمح لنا سيسمح لنا لعدم بدء السباق التسلح في الفضاء شكرا جزيلا لك، كنت معنا من موسكو سيد اندريا انتيكوف المحلل السياسي، من واشنطن السيد عباس كاظم استاذ العلاقات الدوليه. اذا مشاهدينا الكرام الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، غدا يتجدد اللقاء دمتم في امان الله.